الحلقه الحمد لله بتضرب مثلا على على هذا الشكل الحضاري من تواجد الناس في اماكنها الطبيعيه، حياه طبيعيه جدا بتصير داخل محافظه الاسماعيليه. من زمان بنراهن على وعي شعب الاسماعيلاوي، بنراهن على ان هم دايما على اعلى مستوى من الثقافه، هو ده اللي واضح دلوقتي في الشارع واحنا في وسط الناس. تفقدنا الاحوال داخل كل المدينه، خدنا تمامات كل المراكز والمدن، الحمد لله الامور على افضل ما يكون. النهارده موجودين في وسط الناس في اماكنهم الطبيعيه، وحتى الجو جميل يعني، المناخ مساعد والشعب مساعد والدنيا كويسه الحمد لله. رساله رائعه من على ارض الاسماعيليه للشعب المصري كله، اللي عايز يشوف شعب الاسماعيليه في يوم زي ده، هم راهنوا عليه واحنا راهنا على وعي شعبنا، ويبدو ان احنا راهنا. دول فشلوا.